شكرا على جديد مشاهدينا متابعين. احنا وياكم وصلنا هلا لفقره اجنده، دائما بنقلب الصفحات على امور بتهمكم وبتفيدكم، واليوم الصفحه رح نقلبها على سلسله المرور، تحديدا عند الاطفال كيف يلتزموا باشارات السير بالالوان من عمر صغير ليرجعوا يطبقوها على كبر. بنتابع احنا وياكم هذا الموضوع مع ناديه عالمي. صباح الخير لإلك نادية، وبعرف كثير منيح قد ايه اشارات السير وقد ايه هيدا الموضوع نحن عم نركز عليه تحديدا بصباح لبنان، وعم نعطيه حيز وزاويه خاصه ضمن صبحيتنا حتى فعلا العالم تعرف اهميه هيدا الموضوع وتلتزم فيه، لانه اذا ما التزمنا بالنتيجه نحن كافراد ما رح نقدر نلزم المجتمع. فانتم بلشتوا من عمر صغير مع الاطفال تعودون كيف يلتزموا باشارات السير ويعرفوا كيف يمشوا، ان كان عندهم سياره صغيره بتمشي على البطاريه بدهم يطلعوا يمشوا فيها برا، او حتى دراجه هوائيه، او بغض النظر اذا كانوا متوجهين على طريق خاص ولازم يلتزموا باشارات معينه. انتم بلشتوا فيها من خلال خمس كتب، سلسله كتب هي موجوده بين ايدي، حملتوها عناوين اسيروا بالالوان، هنا وهناك، مشوار، سائق سياره ماهر، ودراجتي والمرور. خبرينا عن هذه السلسله. مثل ما ذكرت انه موضوع السلامه المروري هو هلا الموضوع اللي اكثر شيء متداول واكثر شيء بتحسي باهميته بهالايام، مش بس بلبنان كمان بالدول العربيه، لانه صار موضوع كثير حساس. الحوادث المروريه عم تتزايد، عم بتصير يعني ارقام الوفيات، الارقام الضحايا عم بتصير مخيفه. بضل حدائق لقينا انه نحن كل ما توجهنا لاعمار اصغر كل ما وفرنا على المواطنين على كبر تعب وجهد ووقت. لانه مثل ما بتعرفي كل شيء بتتوجهي فيه للاطفال من اعمار صغيره كل ما انت استفدتي اكثر من قدره الاستيعاب عنده ومن محبته لانه يتعرف، يعني كل ما غذيتي له دماغه بهيدي المعلومات على صغر كل ما وفرتي على حالك على كبر. يعني برايك طفل من هو وصغير ممكن تنمي له فكره الالتزام اكثر ما هو على كبر؟ ممكن تعمل مع الولد الصغير كل شيء بدك اياه، اكيد كل شيء بده يكون لصالحه، لانه هلا يمكن رح نرجع نفوت شوي بتفاصيل الكتب، بس نحن من بين الكتب في كتاب اسمه سائق سياره ماهر. اللي هو في امه يعني خبرتنا من بعد ما قريته مع ابنه وهيك طلعوا بالسياره بعد فتره نسيت تحطي حزام الامان، هو ذكرها انه بالكتاب حط اول ما طلع الولد بسيارته حط حزام الامان. ايه اكيد كل ما توجهتي على الولد يعني حتى بموضوع السلامه المروريه كل ما توجهتي فيه على اعمار اصغر كل ما استفدتي اكثر. يعني الولد صار مثل الارم للاهل بالضبط عم ينبههم انتبهوا شو لازم تستعملوا كيف لازم تقعدوا وين لازم تروحوا كل هالموضوع. هلا بس حكينا عن حزام الامان بس اكيد في مواضيع كثير الاولاد صاروا متنبهين لها. الالوان قد ايه هي مهمه للولد خاصه بالكتب اللي بين ايدينا، يعني انتم عندكم كتاب حمل عنوان اسيروا بالالوان، والالوان قد ايه تفيد بنفس الوقت حتى تقدر تنمي مخيلة هالولد وبنفس الوقت تحفظوا الاشارات مثل ما لازم يحفظها. صحيح. بتعرفي بالاطفال بكتب الاطفال لانه ضل حضرتك متخصصه بس بنشر كتب الاطفال، كل ما صغرتي بالاعمار يعني نحن متوجه لشريحه بين 3 سنين وطلوع، كل ما كنتي لاعمار اصغر كل ما الالوان والرسم شدوا اكثر، هلا كل ما كبرتي اكثر كل ما صار النص بياخذ حيز اكبر. بسلسله المرور حبينا لانه موضوع شوي يمكن اكبر من عمر الولد بس لازم يتعرف عليه، قربنا له اياه بطريقه كثير اذا بدك مرحه من خلال القصه، من خلال الشعر، من خلال الرسومات عن جد لرسامين مبدعين، يعني في عندنا مجموعه رسامين بعد شوي بنذكر اسمائهم ابدع، يعني كل واحد كمان بده يعمل بحث واكيد كله هذا بيرجع بيمرق على قسم التحرير بالدار اللي هو بيرجع بيعمل مراجعه العلميه وراهم، بس الالوان كثير مهمه خصوصا عم نحكي بسلسله المرور، يعني بدك تربطي طبيعي مثل ما عاملين باسيره بالالوان بده يتعرف على اشارات السير والمرور من خلال الالوان، يعني بنعرفه باللون الازرق في هذه الاشارات، باللون الاحمر في هذه الاشارات، بالبرتقالي هذه الاشارات، بالبني. اكيد الالوان بهذه الاعمار كثير مهمه، هي اذا بدك العامل الاساسي بجذب الطفل
للكتب بشكل عام. وبتعتبري انه الطفل من عمر صغير يعني من اي عمر عم تتوجهوا بهذا بهالسلسله للاطفال؟ من عمر 5 سنين وما فوق ولا هيدي السلسله بتوجه للاطفال تقريبا من عمر 7 سنين وطلوع، لانه بدنا شوي كمان يكون اكتسب معلومات اساسيه ليقدر يقرا ليقدر يفهم شوي. يعني نحن اكيد كل شيء مصور، يعني كل شيء عم نحكي مثلا عن اشاره معينه مرسومه، هلا في اشارات كمان شوي حركنا فيها لحتى تكون طفوليه اكثر، بس حبينا تكون شوي الاعمار اكبر شوي، يعني ما توجهنا لاعمار اصغر من 3 سنين او 4 سنين، لانه بعد ما اكتسب المفاهيم الاساسيه لازم يكتسبها تيقرا هذا النوع. حتى يمكن الاسلوب داخل الكتب عم بيكون اسلوب قريب من لغه الاطفال، مش اسلوب متفلسف. لا ابدا، اسلوبه كثير بسيط، مثل ما عم قلك هو قصص، هو شعر كثير مبسط، بس لانه مقفى البلد كثير بحب يسمع الشعر لانه في شيء بيرن بدينته، لانه ريتميك كنوع من الموسيقى. يعني بهذا الجو نحن حطينا الولد بهذا القالب بالكتب، بين نص ورسم جذاب واخراج اكيد وانتاج، لانه الكتب يعني هو مشروع كبير، ما صح لنا نحكي، بس هو مشروع عمره أكثر من 3-4 سنين، لبين من وقت ما انحطت الفكرة لوقت التنفيذ، لوقت ما استكتب كتاب أكيد ورسامين، لوقت ما رجع على قسم التحرير، لأكيد بدي أذكر الأكاديمية اللبنانية للسلامة المرورية اللي هي عملت المراجعة العلمية للمضامين كلها اللي مرقت بهيدي الكتب، والنائب ميشيل مطران كمان ساعد كتير بهذا المجال. نعم، مثل ما عم نشوف نحن وياك الكتب بين ايدي، هلا هذا الكتاب هو السلسله الثانيه من الكتب اللي هن 5 كتب، فبيحمل عنوان هنا وهناك. هنا وهناك هي جوله اذا بدك بقريه جميله بتم التعارف لمعالمها ومرافقها من خلال الاشارات المكانيه المتنوعه، خبرينا عن الموضوع. بهنا وهناك هي جولة بيقوموا فيها أطفال حتى يتعرفوا على قريتهم، بذات الوقت هي بيتعرفوا أكثر فيها على الإشارات المكانية، يعني هون في مستشفى، هون في نفق، هون في، بيتعرفوا على كل المعالم الأساسية وعلى الإشارات المكانية والسياحية بهذا الكتاب. والكتاب الثاني اللي بين ايدي سائق سيارة ماهر، يعني قد ايه بده يكون الطفل سائق سيارة ماهر على صغر وعلى كبر بنفس الوقت. هذا الكتاب بيعرف الاطفال على قواعد القيادة السليمة. صح، هذا الكتاب هلا باخر بنكتشف انه بالاول بده يطلع بده يحط حزام الامان، بده يحط كل شروط السلامه المروريه، بس اكيد نحن منتبهين انه بهذا العمر ما في سوق، وانه بعد 18 سنه لحتى ياخذ دفتر السواقه، بس باخر الكتاب بنعرف انه هو عم بيسوق بمكان معين مخصص له. بس بهيدي الجوله بهذا المنتزه اللي هو كان فيه تعلم قياده السلامه المروريه، اللي هو شو الشروط الاساسيه اللي بده يحطها، كيف بده يتجه يعني بهذا المجال. مثل ما عم شوف هون كتاب دراجتي والمرور، هذا الكتاب يعني قد ايه فعلا الاطفال كل مين ما عنده دراجه هوائيه او بيسيكلات وبده يتنزه ويروح يعمل جوله فيها، كثير من الاطفال بيقولوا انا بدي اخذ بسيكلاتي وروح كزدر، يعني مثل ما سيدي كبير بيقول بدي اخذ سيارتي وروح كزدر، فبتكون البسيكلات بلا حمص. فقد ايه الطفل بعمر صغير بده يلتزم حتى على البسيكلات، يعرف كيف يسوق كمان وينتبه للي حواليه. صح، يعني مثل ما بتعرفي هلا كمان تزامن صادف انه صدور سلسله المرور مع قانون السير الجديد، بتعرفي كمان في بنود بقانون السير الجديد حضرتكم عم تمرقوا دائما اشارات تعرفوا فيها الناس على الاشارات السير، في بنود كمان بقانون السير الجديد مخصص للدرجات الهوائيه مثل ما هو مخصص للمشاة، بهذا الكتاب كمان بتعرف على قياده السلامه المروريه المخصصه بالدراجات، يعني كاسك، بشو يلبس، بأدوات الحماية من إيدي إجري، شو لازم يلبس إذا كان وقت منه كتير ضو، يعني كل هيدي الأمور، وين لازم يصف السيارة، قد لازم يكون بعيد عن السيارة اللي قبله، سوري، وين لازم يصف البسيكلات، قد لازم يكون بعيد عن السيارة اللي قبله، قد لازم ينتبه على الإشارات الضوئية، كل هيدي الأمور بنخليه ينتبه لها بهذا الكتاب. هلا في قانون للدراجات الهوائية، الأطفال لازم يتأقلموا معه ويمشوا عليه. هلا الأطفال ما بتوجه لهم القانون، بس بسلسلتنا مخصصة للأطفال، بس أكيد بالقانون السير اللي بيطبق علينا نحن ككبار أكيد في بنود لها علاقة بالدرجات. أكيد في أخصائية علم نفس أشرفوا على هالكتب هيدي وعطوا رأيهم.
من خلال الكتب وقبل إصدارها. فشو كان رأيهم بهذا الموضوع وكيف وجهوكم كدار نشر؟ صحيح. نحن بالأساس مثل كل مشروع لما بتنحط فكرته وقصصه بنستكتب كتاب مثل ما نتواصل مع رسامين. في من الكتاب اللي كاتبين بهذه السلسلة الكاتبة نبيها محايد اللي هي كاتبة للأطفال، هي بالأساس من دراساتها التربية، إضافة إلى هنا هلا هي بتحضر دكتوراه بإعلام الطفل، فالناحية التربوية أكيد كتير ساعدتها بهذا المجال. دكتور شفيق مهدي كمان من الكتاب اللي كتبوا بهذه السلسلة واللي هو تاريخه يعني كمان كبير بالكتب الأطفال. هلا بعد ما الكتاب يكتبوا بتصير وظيفة إدارة التحرير يلي هي لازم تدقق بالمضمون اللي انكتب. بإدارة التحرير عادة بيلجأوا لتربويين أكتر ولا علماء لدكاترة نفسيين أو أي شيء لحتى يراجعوا هذا المضمون، المضمون اللي انكتب للأطفال. واللي أهم من هيك إنه نحنا من بعد قبل ما ينشر الكتاب إنه نتوجه للأطفال حتى نشوف رأيهم. في أولاد مرات بيعلقوا على فكرة معينة نشوف كيف بدنا نعالجها، في أولاد بيقولوا لك في كتاب ما قدرت أتركه، نعرف إنه هذا الكتاب ترك شيء بنفس الطفل يعني. وأكيد مثل ما قلت لك كمضمون علمي له علاقة بالسلامة المرورية كنت موكلة فيها الأكاديمية اللبنانية للسلامة. يعني حسب ما أنا عم فلتش هيك بين الصفحات حتى الرسومات بتحسيها كتير قريبة من عين وذهن الطفل. وحتى الكلمات اللي مكتوبة على الصورة مثل ترن 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 للبيسيكلات، يعني مين ما بقولها هذه الكلمة، ترن ترن لتحبب الولد أكتر بالكتاب لتقربه منها أكتر مثل ما عم تقول. يعني مثل ما عم نشوف نحن هون هيك الصور، مين ام بي هالرسومات هيدي؟ رسوم هيدا الكتاب رسامي لمياء عبد الصاحب. لمياء عبد الصاحب هي اغلب الكتب هي كانت قامت بالرسومات تبعها. في رسامي لمياء عبد الصاحب، في عنا الرسام حسن زهر الدين، في عنا الفنانه ريما الكوسة، وفي عنا الفنانه اسامه مزهر. يعني أهمية التربية على سلوكيات القيادة والإشارات تحديدا، قد هذا الموضوع لازم يتم إدراجه بالمنهج الدراسي، وقد عم تتعاونوا أو عم بتقوموا بزيارات ونصايح للأشخاص بالمدارس حتى يدخلوا هالسلسلة داخل منهجهم الدراسي، وبذات التربية شو دورها؟ يلي ذكرتي كتير مهم، لأنه من وقت إطلاق السلسلة نحن أكيد عم نجرب نفعلها بأنشطة ندعي طلاب لعنا على الدار كمان لحتى نعرفهم بهذه السلسلة. المدارس أكيد دورها كتير مهم، لأنه واجباتها أنه تعلم الأطفال بأسس هذه السلامة، وتنسهل علينا نحن هذه المهمة نشرنا هدول الكتب لأنه أكيد فيهم يرفقوهم بمنهجهم الدراسي. والشي اللي سمعناه أكيد من لأنه سائب هلأ هي إطلاق على السلسلة، بس سمعنا بهالفترة القصيرة من أكثر من مسؤولين بالمدارس ومن المدراء أنه رح يتم إدراجها السنة الجاية بالمناهج، أنه كتير بتساعدهم بهذا الإطار. يعني تم طرح سلسلة هالكتب على وزارة التربية على وزارة التربية. على وزارة التربية عادة تلجأ إلى وزارة التربية لما بدك تفوت الكتب على المدارس الرسمية. أكيد نحن إن شاء الله هذه خطوة رح نقوم فيها قريبا، لأنه كمان أطفال مدارس رسمية بحاجة إنه تكون بمكتباتهم. وشو كانت ردة فعل الأطفال يلي قريوا هالكتب هيدي؟ كيف كان التفاعل؟ مثل ما قلت لك قبل كتير تفاعلوا، هلا أكيد كل ولد بيتفاعل مع قصة بتعنيه أكتر من قصة، بس ما بتصدق قد الولد قادر إنه يعني كتير بيتشرب هيدي المعلومات اللي نازلة بالكتاب. يمكن انت تأثرت فيهم بس ما بتصدق قد الولاد تأثروا فيهم أكتر، تأثروا بالرسومات، تأثروا بالنص. بتلاقي الولد من بعد ما يترك الكتاب إلا ما ترك شيء من أثر هيدا الكتاب بنفسه. حبوها كتير. على كل حال نحن حبينا الكتب كيف إذا الصغار ريوا، يعني إذا الكبير تعلق بالكتاب الصغير رح يتعلق أكتر، وهذا الشيء كتير مهم خاصة للأطفال، لأن نحن بحاجة أن نثقف أطفالنا وولادنا تحديدا يرجعوا للكتب، يرجعوا للثقافة اللي ربينا عليها، لأنه الثقافة على الميديا وعلى الإنترنت يمكن بتدوم لفترة معينة، ولكن الكتاب بيبقى ذكرى وبيبقى عنا بالمكتبة، وممكن ننسى من فترة للتانية، ممكن نرجع نفلفش بين صفحات. إذا عجبنا نرجع دائما، في ولاد بيرجعوا بيفتحوا نفس الكتاب لأنه بيكون ترك فيهم شيء. شكرا لك نادي عليمي. بداية شكرا على سلسلة الكتب والخمس كتب اللي موجودين بين ايدينا، فعلا سلسلة المرور عند الاطفال انتو ضويتوا عليها بطريقة مميزة وقدرتوا توصلوها للطفل من خلال نظرته وفكره ومخيلته. شكرا لك واهلا وسهلا فيك.
بكتب الأطفال.